أهلا بكم. هآرتس تصف دبي بأنها بؤرة للعبودية، فكيف تفاعل المغردون الأردنيون على خطى الكويتيين؟ كم تبعد منازلهم عن المسجد الأقصى؟ في أنتم أونلاين سألنا المتابعين ماذا ينتظرون من الشهر الأخير لعام 2020، ولماذا يتسرع الناشطون في مواقع التواصل في التعبير عن انفعالاتهم ويضطرون بعدها للاعتذار؟ الإجابات سنتعرف إليها في هذه الحلقة من أنتم أونلاين مع زميلي نظر فارس. نظر أهلا بك. أهلا بك أحمد. نبدأ من الصحافة الإسرائيلية التي تتعاطى بشكل مختلف مع التطبيع الإماراتي، مقال صادم في صحيفة هآرتس. تقول فيه الصحفية التي كتبت المقال: استجمام في دبي مثل المشاركة في اغتصاب جماعي. وتقول الكاتبة في معرض وصفها: دبي هي أحدى البؤر القاسية والمعروفة للعبودية الحديثة والإتجار بالبشر تحت الغطاء البراق. لجنة عدن في الصحراء توجد آلية متوحشة وقاتلة للتجنيد. وأيضا في استعراضنا لهذا المقال تتابع الكاتبة بأن قبل لحظة من حزم الحقائب، من المهم معرفة أن الفنادق الفاخرة في دبي والمجمعات التجارية الرائعة والشواطئ الكاملة بنيت وتتم صيانتها من قبل أشخاص سلبت منهم حقوق الإنسان بصورة عنيفة. يعني أحمد، هذه التعليقات أو هذا المقال يعني صادم، لأنه يأتي بعد أن تم إعلان التطبيع، وأن يعني العلاقات ربما تزدهر حاليا بين دبي والإمارات بشكل عام وإسرائيل. كان هناك الكثير من تناقل بعض العبارات القاسية التي وردت في التقرير على السوشيال ميديا. هنا مثلا محمد الحربي ينقل، يقول الكاتبة ماليا روزنبلوم تكتب في صحيفة هآرتس الإسرائيلية: دبي واحدة من أقصى وأشهر مراكز العبودية والإتجار بالبشر في العصر الحديث. أيضا من التعليقات حمد الشامسي وهو إماراتي يكتب في آخر هذا التقرير: كتبت هآرتس أن أحد المشاريع التعاونية الرئيسية بين إسرائيل والإمارات هو توفير عملاء الدعارة من جانب إسرائيل وخدمات الدعارة من جانب دبي، ويبدو أن العديد من الرجال الإسرائيليين الذين يسافرون إلى دبي هذه الأيام تحت ستار رجال الأعمال يدركون ذلك. أيضا نور كتبت أنه شاهد من أهلها. نعم، في موضوع آخر وتحديدا أن السعودية فتحت أجواءها رسميا أمام الطائرات الإسرائيلية لتعبر إلى الإمارات. نشر حساب إسرائيل بالعربية هذه الصورة وقال: أقلعت قبل قليل أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات من مطار بن غوريون الدولي في طريقها إلى دبي. ستمر الرحلة بالأجواء السعودية. ليقول هذا المغرد: السعودية تسمح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجوائها، ولكنها لا تسمح بذلك لإخوانها القطريين. ورغم كل هذا الارتماء في الحضن الإسرائيلي، رأينا ماذا تقول الصحف الإسرائيلية عن الإمارات. وحتى التعليقات الإسرائيلية أحمد، يعني حتى هنا مثلا إيديكوهين معروف على السوشيال ميديا يكتب: إسرائيل ستكون رئيسة مجلس التعاون الخليجي، أراه قريبا ويرونه بعيدا. يعني هذا الأمر يعني غريب على طريقة التعاطي الإسرائيلية مع الإماراتيين، وأيضا طريقة التعاطي كما قلت الإسرائيلية والارتماء في الحضن الإسرائيلي. كان هناك ربما قبل قليل شاهدنا فيديو لأول عرس إسرائيلي يقام في دبي، ويعني بدأت الرحلات التجارية بين دبي وإسرائيل وأيضا البحرين. أيضا هنا تعليق رد على إيدي كوهين هذا المغرد من الجزائر وقال: لا نستبعد أن يحدث هذا، فدول مجلس التعاون الخليجي أصبحت مشتتة بعد أن كانت متحدة ومتعاونة فيما بينها، وهذا في الماضي. أما الآن كل دولة تقاطع الثانية وكل دولة تتآمر على الأخرى، وبعض الدويلات أدخلت الشيطان إلى الخليج من النافذة بعد أن طرده الشعب من الباب. بموازاة هذه الخطوات التصعيدية تستمر التحركات الرمزية رفضا للتطبيع على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد الكويتيين، الأردنيون، مواطنون أردنيون قاموا بلصق لافتات بالمسافة التي تفصل محلاتهم التجارية عن المسجد الأقصى، كما نشاهد في هذه الصورة. مثلا هذا المواطن تفصل عن محله التجاري وعن المسجد الأقصى مساحة 69 كيلومتر. طبعا هذه الخطوة لاقت ترحيبا كبيرا من قبل المتابعين، ليسوا فقط فلسطينيين. مثلا تقول هذه المغردة: كل الاحترام وخطوة يشكر عليها الأردنيون. وائل يقول: الأردن أهل شرف وكرامة وعز، مش غريب عليهم هذه المواقف المشرفة. أيضا من التعليقات أحمد على هذه الصور وردت كما قلت من عدد من الدول العربية.
مثلا أم باسل كتبت: الشعوب دائما فيها الخير خصوصا العربية والإسلامية، بس الحكام اللهم عافنا واعف عنا يا رب. أيضا حمزة كتب، يعني يدل ربما الأشخاص الذين يريدون أن يقتدوا بهذا الأمر، يقول: الموضوع مش صعب يا أخوان، بس تفتح على الموقع على جوجل ويشوف قديش المسافة بالضبط من هون للقدس. وأبو عصام كتب: رغم كل المحاولات الأنظمة الجبرية لمحو المسجد الأقصى من أذهان المسلمين، إلا أن المسلمين يتوقون شوقا لتحرير أولى القبلتين. طالما أننا في فلسطين المحتلة يعني أحمد، نتحدث عن أسيرة اليوم تم الاحتفال بإطلاق سراحها بعد 15 شهرا من السجن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هي الأسيرة الفلسطينية ميس أبو غوش. ويعني كان هذا الفيديو الجميل للحظة إطلاق سراحها واستقبالها، لنشاهد الفيديو. نعم أحمد، يعني من التعليقات التي هذا الفيديو تم تناقله كثيرا، وكان هناك تعليقات جميلة عليه. هذا الحساب هبة كتبت: ميس أبو غوش هي شقيقة الشهيد حسين أبو غوش، اليوم تحررت ميس من سجون الاحتلال، اليوم في استقبالها كتب لها والدها جدارية أمام المنزل يقول فيها قول جميل: جميعنا حزننا عندما استشهد حسين، وكنت أنت لنا الحسين. أيضا كأسمى كتبت: الحرية تليق بك ميس أبو غوش. أيضا من التعليقات كتبت: مرح أبناء فلسطين، خلقوا من صلب الفخر والعزة. في مقابل مشاهد الحرية انتشرت أيضا مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مستوطنين وجنود الاحتلال بالاعتداء على مواطنين فلسطينيين يعترضون على إقامة بؤرة استيطانية في غرب سلفيت. نشاهد بعضا من هذه المشاهد. على هذه المشاهد سألت مها نضر: هل يرى المطبعون وداعمو الاحتلال إجرامهم وتورطهم وسقوط حججهم في هذا التصوير؟ هل يستطيع أحدهم الحديث عن سلام أو ازدهار أو عدالة أو عن بيع الفلسطينيين لأرضهم؟ من يشرفه أن يكون أولئك اللصوص المجرمون أصدقائه وحلفائه؟ أما علي فعلق بهذا التعليق الساخر: هذا هو السلام الإسرائيلي. للأسف يعني هذه الاعتداءات مستمرة دائما مع استمرار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. ننتقل إلى الجزائر أحمد، يعني هناك كان تفاؤل بالأمس في الجزائر من الأخبار التي أعلنتها الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعني يتماثل الشفاء، وتماثل الشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو موجود الآن في مشفى متخصص في ألمانيا يتلقى العلاج. كما تذكر هذا الحساب، حساب الإذاعة الجزائرية، يقول أنه بيان رئيس الجمهورية يواصل ما تبقى من فترة النقاهة في ألمانيا، وهو يواصل فترة النقاهة ويطمئن الشعب الجزائري بتماثله للشفاء، ويقول أنه سيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة. طبعا الجزائريون، يعني الرئيس الجزائري كان هناك استحقاقات كبيرة في الجزائر غاب عنها بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولكن الجزائريين بالعموم كان هناك يعني تمني له بالشفاء وترقب لعودته. محمد كتب: شفاه الله وعفاه وأعانه الله على الحمل الذي تحمله، اللهم أمين. ولكن بعض المواطنين الجزائريين طالبوا بتوضيحات أكثر حول المدة الزمنية التي سيعود من بعدها الرئيس إلى ممارسة مهامه. مثلا إبراهيم يقول: ربي يشفيه، ولكن نريد أن نعرف يعني كم تبلغ عدد هذه الأيام القادمة، ممكن أسبوع، شهر، سنة، كلها أيام قادمة. فيما شكك أسامة بالرواية وقال: فيديو مدته دقيقتان كان كفيلا بطمأنة الشعب. المشكلة أن هذا البيان دليل على أن الرئيس المنتخب ليس كما تقولون. صحيح. أيضا يعني أمر آخر يشغل الجزائريين اليوم أحمد هو طبيعة العلاقة مع فرنسا. هناك توتر في العلاقة بين الجزائر وفرنسا، وهذا الأمر ينعكس على السوشيال ميديا. كان هناك كثير من التغريد حوله، خصوصا يعني كان هناك مواقف فرنسية وأيضا انتقادات جزائرية. بالأمس كان الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بالحمير يعني اتهم أصواتا فرنسية بالوقوف خلف يعني التقرير الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر الذي انتقدته الجزائر بالأمس. ويعني هذا الأمر يغذي حملة مقاطعة البضائع الفرنسية التي
انتشرت قبل فترة نتيجة رسوم مسيئة للرسول في فرنسا. كان قبل ساعات ترند مقاطعة المنتجات الفرنسية رقم 34 ترندا في الجزائر، وكان هناك تغريد كبير من الجزائريين عليه. نشاهد هذا الفيديو الذي انتشر لأحد المطاعم الجزائرية وكيف يقاطع المنتجات الفرنسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محل مأكولة الخفيفة لاليغا في حي الموز مقابل محطة الترامواي في حي الموز. هاو المحل هذا راه يقاطع المنتجات الفرنسية، الله يبارك. هاو خونا ما شاء الله، خونا الله يسلمك. ايضا احمد، يعني تعليق سريع من هذا الحساب يقول، يحمل عنوان مقاطعه فرنسا، يقول: صور تثلج الصدور من الجزائر، حيث بدات حمله ميدانيه من شعب الجزائر للرد على تصريحات سفير فرنسا الذي وصف المقاطعه بالفاشله وقال كلما تحدثوا اكثر كلما اشتعلت المقاطعه اكثر. نظر، نحن سنتابع باقي مواضيع حلقه انتم اونلاين لهذا اليوم، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من أنتم أونلاين. نظر، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بدأ باختيار فريق عمله، صحيح. كيف تابع الناشطون هذه العملية؟ نعم أحمد، يعني تراجع الاهتمام في الولايات المتحدة الأمريكية بالحديث عن نتائج انتخابات وعن التحقيق بشبهات التزوير وما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدأ الاهتمام كثيرا باختيارات بايدن وإدارته القادمة. لافت أن هناك يعني عدد كبير من النساء، ربما يعني تحدث عن أول أسود في الاستخبارات الأمريكية، وأيضا عن عدد من المسلمين في إدارة. طبعا هذا الأمر يعني بداية ننطلق من اختيار بايدن ونائبته لأعضاء المكتب العلاقات العامة أو مكتب الصحافة في البيت الأبيض، وهم كلهم من النساء. هذا الحساب التابع لحملة الرئيس المنتخب جو بايدن قال: أعلن رئيس المنتخب جو بايدن ونائبته هارس عن أعضاء جدد من موظفي البيت الأبيض سيتولون مناصب اتصالات عليا، ولأول مرة في التاريخ ستشغل النساء وظائف العلاقات العامة والاتصالات هذه بالكامل. يعني كل الفريق هو عبارة عن نساء. أيضا كان من النساء اللافت الذين اختارهم بايدن، أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخزانة الأمريكية وهي جانيت يلين. هنا لوري كتبت: لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة وزيرة الخزانة ستكون امرأة. سمى بايدن الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين للمنصب، ونقلت أنه في عام 2014 قالت هذه السيدة: إن مدى عدم المساواة والزيادة المستمرة في الولايات المتحدة تقلقني بشدة. وكما ذكرت نظر، يجري الحديث عن تعيين أول رجل أسود في منصب مدير وكالة المخابرات المركزية، كما ينقل هذا المغرد عن ما كتبته صحيفة نيويورك تايمز التي تؤكد أن بايدن يفكر في تعيين داريل بلوكر لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية، والذي خدم لمدة 28 عاما في وكالة المخابرات في الغالب في الخدمة السرية. كان رئيسا لقسم أفريقيا وعمل عدة مرات كرئيس للمحطة، وسيكون أول شخص يتولى هذا المنصب من هذا اللون. أيضا يجري الحديث عن اختيار عدد من المسلمين في الإدارة الجديدة. صحيح أحمد، يعني كان ربما العديد من الأسماء ظهرت على السطح في الإعلام الأمريكي، ربما ريما دودين وبعض الأسماء الأخرى، ربما ما يقارب 6 أسماء مسلمين سيكونون في الإدارة. طبعا هذا الأمر لقى بعض الارتياح من المغردين الأمريكيين. هذا الحساب كتب: كم هو رائع هذا الأمر، فريق من النجوم، مبروك لكم جميعا. يتحدث عن فريق النساء في المكتب الصحفي للبيت الأبيض. أيضا هذا الحساب قال: إن طاقم البيت الأبيض المؤهل والكفؤ والذي يشبه أمريكا هو محل تقدير كبير، شكرا لك جو وكمالا. نحن نتحدث عن الداخل الأمريكي لأن بالنسبة لشعوب منطقتنا السياسة الأمريكية الخارجية لا تتغير حتى ولو تغير الأشخاص. صحيح. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو قيام بعض المؤثرين والمشاهير بالتسرع بانفعالاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك يضطرون إلى الاعتذار تحت ضغط المتابعين. مثلا في بريطانيا بدأت تحقيقات بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتبه لاعب كرة قدم يلعب في فريق مانشستر يونايتد ويدعى أدينسون.
كافاني. كافاني وصف أحد متابعيه على إنستغرام وكان يمازحه بأنه زنجي. طبعا هذا التعبير العنصري لاقى استنكارا شديدا من قبل المتابعين، فاضطر كافاني لأن يزيل هذا التعليق، ولكن لم يتوقف التفاعل مع هذا الموضوع. مثلا يقول كريس: نأمل أن لا يكون هناك عقوبات، يجب أن يكون هناك وعي أكثر بأن مجرد كلمة ما لها دلالات ودية في قارة لا يعني أنها ستكون هي نفسها بالنسبة إلى أخرى. أما إيفان فكتب تعليقا على هذا الموضوع: يجب أن يتعلم كافاني أنه غير مسموح له باستخدام لغته الأم واستخدام عبارة مقبولة لشخص من نفس ثقافته لأنه الآن في إنجلترا. وهذا يدل على أن كافاني لم يقصد الإساءة ولكنه كان يجهل بطبيعة الثقافة البريطانية والإنجليزية. ربما أحمد، لكن لافت أنه كافاني هو أرجوياني يعني، ويعني ربما الشعوب أمريكا اللاتينية تتعرض لهذا النوع من العنصرية، وأنه يعني يتم الموضوع في بريطانيا التي يعني هناك الكثير من الجدل خصوصا في الرياضة البريطانية حول العنصرية تجاه بعض الأشخاص. ولكن كل أحوال إيدنسون كافاني اعتذر على الموضوع. هنا هذا الحساب نقل هذا الاعتذار وقال: على كل حال اعتذر كافاني على المنشور وقال: آخر شيء أردت القيام به هو الإساءة لأي شخص، أنا أعارض العنصرية تماما وحذفت الرسالة بمجرد أنه يمكن تفسيرها بشكل مختلف، أود أن أعتذر بصدق عن هذا. بالحديث عن العنصرية والتنمر أحمد، يعني كان قبل أيام لدينا في مصر هناك حادثة عن أحد لاعبي فريق الزمالك المصري بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا. كان هناك نوع من التنمر والعنصرية تجاه هذا اللاعب المصري، ولكن وكان هناك حملة تحدث عنها الزملاء في البرنامج. فيديو نشره دار الإفتاء المصرية، فيديو لافت يعني يحرم، يقول أنه الإسلام يحرم هذا النوع من التنمر والسخرية على الآخرين. نشاهد هذا الفيديو القصير. التنمر والسخرية من السلوكيات المرفوضة التي تتنافى مع مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فاحترام خصوصيات الآخرين واجب شرعي وأخلاقي، ولذا حرم الإسلام السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. فالاعتداء والإذاء للغير ولو بكلمة أو نظرة مذموم شرعا. نحن بدورنا نظر وجهنا سؤالا لمتابعي الميادين على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: تويتر، إنستغرام، وفيسبوك. لماذا يقع المؤثرون في فخ التسرع بردود أفعالهم على مواقع التواصل ثم يضطرون للاعتذار؟ وتحت هاشتاج أنتم أونلاين أتتنا الكثير من المشاركات، اخترنا منها ما قاله عباس الذي يقول: قد يعتقد المؤثر أنه شخص لا يخطئ وله الحق في أن يقول ما يشاء، من هنا يبدأ الخطأ بحيث أنه ينصاع إلى الأنا دون التفكير في العواقب، وهنا يكمن الخطأ ومن بعدها الاعتذار. أما هذا المغرد فيقول: الرد من غير تفكير هو سبب التسرع. طبيعي. أيضا أم محمد كتبت يعني من التعليقات على هاشتاج أنتم أونلاين: الشخص إذا كان مؤثر أو لا هو إنسان بطبيعة الحال بينفعل بلحظة معينة ويعطي أحيانا رأيه بعفوية ومش غلط، وخاصة لما بيكون عم بيعلق على أمر مصيري أو أتي بيحكي من حرقته وغيرته. معلي إذا بنطلع من أدبيات الاعتذار وأنه نحن من الزهين ودائما عم خاطب رأي عام. أيضا زينة كتبت: الإنسان العادي بيأثر وبيتأثر بالآخرين، طبيعي تتغير أفكارنا وطبيعي أكثر أنه نتسرع وبالتالي نتراجع عن موقف معين، أما المبادئ الأساسية والأخلاقية بتتغير لما بتصير تجارة وهذا أمر غير طبيعي. ننتقل إلى موضوع آخر أحمد، يعني خبر ربما لعشاق أو لمن يحملون هواتف آيفون، أنه في إيطاليا تم تغريم هذه الشركة شركة أبل بعشرة ملايين يورو، ما يقارب حوالي 12 مليون دولار، بسبب ما قالت الحكومة البريطانية وبحسب ما يذكر هذا الموقع أنه ادعاءات مضللة حول مقاومة أجهزة آيفون للماء. يعني دعايات التي تنشرها الشركة تقول أن أجهزة آيفون مضادة للماء ولا تأثر بالماء، ولكن قالت الهيئة المنافسة الوطنية الإيطالية أن مزاعم أبل لا تشمل الظروف الطبيعية، وأن هذه الإدعاءات أنه مقاومة للماء هي تمت في مختبرات وبمياه نقية ربما مقطرة. وكان يعني وقالت أنه أيضا الهيئة أن شركة أبل لا تغطي الأضرار الناجمة عن المياه في ضمان أجهزتها، وهذا ما استدعى أن يتم تغريمها بما يقارب 10 ملايين يورو.
ربما هذا يفقد يعني المواطنين الثقة بينهم وبين هذه الهواتف التي يقال أنها ضد المياه، فسيقومون بتفادي. بكل الأحوال أحمد، من يحمل آيفون ربما لن يجرب أن يضعه في الماء حتى لو كانت هذا الأمر مكفول يعني 100%. موضوع آخر، دخلنا شهر جديد، هو الشهر الأخير من عام 2020. كيف تابع المغردون دخولنا بشهر جديد؟ طبعا يعني أحمد، سنة 2020 كانت ربما سنة استثنائية بكل المقاييس. هذا الأمر انعكس أنه يعني وصلنا إلى الشهر الأخير وربما يترقبون نهاية هذا العام ليبدأ عام جديد. كان هناك باللغة العربية وأيضا باللغة الإنجليزية هاشتاجات حول ديسمبر 2020. البعض عبر عن ربما تشاؤم، البعض توقع أمور ربما كارثية، البعض كان متفائل. نستعرض بعض التعليقات. مثلا سارة وضعت هذه الصورة من فيلم أحد الأفلام المصرية وقالت افتح يا ديسمبر نحن جايين من السويت نوفمبر. أيضا حساب اسمه ديسمبر وضع هذه الصور لسبونج بوب ويعني حزين جدا ومكتئب. أيضا هذا الحساب قال يعني عبر ربما عن حالة الترقب التي يعيشها، قال هكذا أنظر في شهر ديسمبر الحالي حتى أشعر الآخر حتى يتبين ربما في الأيام القادمة. قليلون هم المتفائلون بقدوم شهر جديد أو سنة جديدة. مثلا هذه المغردة اختارت هذه الصورة لتعبر عن ترقبها وانتظارها للشهر الجديد، فيما نشر هذا المغرد هذه الصورة ووجه رسالة إلى شهر ديسمبر بالقول أدخل بعض البهجة في حياتنا التي كنا ننتظرها طوال عام 2020 حتى يكون لدينا بعض الذكريات الجيدة لعام 2020 المليء فعلا بكل الأخبار السيئة للأسف. نعم أيضا أحمد، يعني طلبنا من المتابعين أن يتفاعلوا معنا حول الموضوع وسألناهم عبر حساباتنا على تويتر وفيسبوك. 2020 كانت سنة فريدة بأحداثها، كيف سيكون آخر شهر فيها؟ وطلبنا أن يتفاعلوا تحت هاشتاج أنتم أونلاين. نأخذ بعض التعليقات. أحمد قال سنة 2020 كانت سنة ثقافية بامتياز، علمنا كوكب الأرض أنه إذا أراد إبادتنا لفعل، طبعا بإذن الله إذا أردنا أن نسلط الضوء على حسنات وسيئات هذه السنة. بوجهة نظري يقول لرأينا حسنات أكثر من سيئاتها، هذا عالميا وبيئيا، أما داخليا حدث ولا حرج، وقال تشبثوا جيدا. أيضا هذا التعليق من ربيع قال شهر الكوارث الطبيعية والحرب والاغتيالات. أيضا نحن نختم مع موضوع مختلف يتعلق بأحد الفيلة الذي يعرف بأنه الفيل الأكثر وحدة في العالم. انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم نقل هذا الفيل الذي يدعى كافان من باكستان التي تعرض فيها لسوء معاملة إلى كمبوديا. قادت هذه الحملة المغنية الأمريكية شير، وبالفعل وصل هذا الفيل إلى كمبوديا. نشاهد اللحظات الأولى لوصوله إلى كمبوديا. نعم أحمد، يعني من التعليقات على هذا الموضوع نشر هذا الحساب من كمبوديا هذه الصور للفيل وقال أنه كافان بدأ يعيش حياته الاجتماعية. أيضا هنا هذه المغردة وجدت في هذه الصور أنها دليل على أنه الذكر لا يستطيع العيش من دون أنثى، وهذا صحيح 100%. أيضا ما قصة النيزك في اليابان؟ النيزك في اليابان أحمد، يعني كل شيء غريب في اليابان، حتى النيازك غريبة. التقطت صور يعني الكاميرات صورا لنيزك في سماء اليابان وكان يعني توهجت الدنيا. نتابع هذه المشاهد بداية لهذا النيزك. إذن نحن ختمنا مع نيزك اليابان ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة من أنتم أونلاين. نعم أحمد، نذكر بمواقعنا على الإنترنت، موقعنا باللغة العربية وأيضا باللغة الإسبانية، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، تويتر، إنستغرام وأيضا تليجرام. نضر شكرا جزيلا أحمد. لك الشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من أنتم أونلاين. نلتقي في حلقة مقبلة. إلى اللقاء.